يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يقول: ما معنى يعش عن ذكر الرحمن؟ وبالنسبة للقرين الذي مع ابن آدم، هل يمكن دعوته إلى الله وكيف ذلك؟ من يعش عن ذكر الرحمن يعني يعمى عن القرآن، تعمى بصيرته وقلبه عن القرآن، يقيض الله له الشيطان، لأن الذي يطرد الشيطان هو ذكر الله والقرآن. فإذا ابتعد الإنسان عن القرآن تسلط عليه الشيطان، وأنت لا تراه حتى تدعو. كيف تدعو شيئا لا تراه؟